نوجد الآن في بيت السيد رأباب الملقب بسفاح زناتة، حيث يجري الآن إعادة تمثيل فصول الجريمة التي اهتز لها مشاعر قاطنة زناتة في مطلع الأسبوع الدائز. إليكم بعض الارتسامات. بالفعل بعد ما توصلنا بواحد البرقية مفهومة وانتقل الجاني إلى المكان، كذلك تم الاستماع إلى الجثة التي كانت في حالة لبس، تبين لنا أن الجاني هو زوج الضحية وكانوا كيعيشوا في نفس البيت، والدليل على هذا هو البصمات ديالهم اللي وجدناهم في البيت اللي كيقتلوا فيه بجوج. دخل شاعل من الزنقة، قلت لي مالك شاعل؟ قال لي طفيني غادي يجينا الضوالي. طفيته، قال لي حق مالي ما بقيت كنبان، عاودي شعليني داغي. قلت لي وهدي تاع طلعت تاكل الكرموس. عقب تركبت ليه البريز، قعد شوية قال لي حبستو الكمية. قال لي هاري الطفاية، قلت لي راح داك. قال لي وتي هاري الطفاية، قلت لي وتي راح داك. هزها الشير عليا بيها وانا نغيب، وانا مغيبة بركتي قلب لي في جيوبي، كانت عندي 76 ريال. قلت لي راه باغاها. قال لي انتي مغيبة نعسي وسكتي. قلت لي هانا. قال لي خاصني الفلوس. قلت لي ياك انا عم غيبة. قال لي خاصني الفلوس. قلت لي ياك انا عم غيبة. هزني ضرب بيا الطفاية. ايوا الدم ولا ما انا امانته، مكتاب الله ما عد الواحد ما يدير. الله يرحمني مسكينة، الله يرحمني مسكينة ويوالينا برحمة الله. حي الجثة. قلت لها هاري الطفاية. قلت لي راح داك. قلت لي هاري الطفاية. قلت لي راح داك. قلت لي وتي هاري الطفاية احسن لك. هاري الطفاية. قلت لي راح داك. طيب دابا انا نعاودوا التمثيل ديال الجريمة. تفضل تفضل. اجي سي يسري غادي يمثل الزوجه ديالك. اي مرتي. انت غادي تقول لنا شنو وقع في هذاك النهار ديال الجريمه، شنو المشكل كيفاش بدا بينك وبين الزوجه ديالك؟ دابا انا الشيف كنت مريح هنايا. كنت كيف قارو. ايه ورا خاصني قارو. عطي قارو، عطي قارو، عطي قارو، خد قارو. ايه ساكا ياك؟ ساكا. شعل لي، شعل لي، شعلو. عطي شعل. زيد. شنو وقع من بعد؟ هو قلت لي هاري الطفاية. واش قالت لك هي؟ قلت لي راه حداك. قول لي راه حداك. راه حداك. اش قلت لي انت؟ عاوتاني قلت لي هاري الطفاية. قول لي راه قلت لك راه حداك. راه حداك. اش قلت لي انت؟ عاوتاني قلت لها هاري الطفاية. اش قالت هي؟ قلت لي عاوتاني قلت لي راه حداك. قلت لك راه حداك. قول لي راه حداك. راه حداك. ايه اشنو وقع في الاخر؟ ايه دابا في الاخر حتى انا اشنو هزيتي الطفاية؟ كنبغي نكمل. ايه في الاخر انا راه باقي ما تزادش اللي يقول لي ما كايناش الطفايه، كنحملش اللي يقول لي ما كايناش الطفايه.